انت بتعمل ايه هنا يا ضيا منتن انت؟ ولا حاجه يا اخوي، داني بس سمعت الانارب بتصرخ فافتكرت في حرامي ولا حاجه. لا وانت امين قوي يا روح امك. اكيد يا اخوي، ما هي حاجتك حاجتي. لا يا اخوي، لا يا اخوي، حاجتك حاجه وحاجتي حاجه تانية، واياك تدخل الحاجات في بعضيها. اللي تشوفه يا اخوي. وبعدين حسك عينك تهوب ناحيه عيشه الارانب دي تاني. ليه هي فيها؟ ما فيهاش حاجه يا اخوي، ما فيهاش حاجه، بس زي ما تقول كده الارانب بتتنظر، وانا كل ما ابص لهم الاقيهم اتمقتوا كده وخسوا وكشوا. ما تخافش يا اخوي، عيون الحبايب ما بتحسدش. لا بتحسد اليومين دول يا اخوي، بتحسد. طو عليك وعلى ضحكتك النتنه. شد حيلك يا حبيبتي، البقاء لله. شد على الله يا حج، والله تعبناكي معانا. اوعي تقولي كده، ده احنا اكتر من اهل. الحج طول عمره كان راجل طيب، ربنا يجعل نصيبه الجنه ان شاء الله. امين يا رب. حبيبتي خلي بالك من نفسك، انت واخوكي دلوقتي ملكوش غير بعض. قولي لها يا حاجه، قولي لها ده الدم عمره ما يبقى ميه. والله منير مش مخليها محتاجه اي حاجه خالص، واخد عهد على نفسه قدام ربنا انه هيكون في مقام ابوها واخوها في نفس الوقت. محدش عملها قبلك. الناس طول عمرها بتترجى الرحمه مني، ما برحمهاش، وعمري ما احتجت لحد. تيجي انت تعلم عليا؟ جميلك ده على راسي يا عمو. ومن النهارده يحرم عليا اذيتك لمين دي. يعني خلاص لعله اصحاب واخوات وحبايب ولا هتغدر؟ انا بفهم في الاصول، وعلى فكره بقى انا كنت مزقوق عليك واخد عربون كمان. مزقوق عليا؟ مين اللي زقك؟ الواد زين. زين؟ ومين اللي زق زين ده؟ واد اسمه ابو لغم. ابو لغم وزين؟ بقول لك ايه، سيبك من ابو لغم وسيبك من زين، قول لي لعله ايه اللي حدفك الحادثة السودة دي؟ ما تقوليش انا ماليش دعوه، انا بتاع الصعيد، وكانت القضيه 6 شهور. انا افتكرت طمعي وغباوتي. ما انت عارف انا طول عمري شغال في البلطجه، قلبت التخصص وقلت اشتغل في النصب، طلعت الطلعه والتانيه، وللاسف بقى في التالته وقعت وشرفت هنا 5 سنين. ما دي غلطتك يا اخي العلو. هو سكتنا له دخل بحماره، كنت ماشي في البلطجه والاشياء بومبون، ايه اللي خلاك تغير الكارير بتاعك؟ النصب ده فلسفه، علم، شياكه، اخلاق، دخلت بالحمار خليه يلبس، البس. سيبك منه يا معلم، ما يقع الا الشاطر. عندك حق يا دبوب، ما يقع الا الشاطر. حسام باشا انا عايز اقول لك على حاجه، ما تزعلش مني والنبي على اي حاجه انا عملتها في حق غلط، وعلى ماده ايدي اللي عايزه تتقطع دي. سماح يا سيدي ولا يهمك، احلى واحده كوكو في الدنيا. طب بمناسبه القعده العائليه دي، مش عايزين تصلحوني انا كمان؟ صحوا صفحه جديده معايا. ايه في حاجه بس استاذ لعله كان واخدها مني في الاول خالص، نضاره مش شايف اي حاجه خالص. لعله عشان خاطري. عشان خاطر حسام باشا النضاره. ربنا يكرمك يا رب حبيبتي، وحشاني قوي. ايه ده 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 ايه يا عم؟ في ايه؟ شايف عفاريت ولا ايه؟ ايه المنطقه المعفنه اللي احنا قاعدين فيها دي؟ لا لا لا، خدها يا استاذ. خد ايه؟ خد ايه؟ البس، انا تعبت من جرجرتك طول النهار. اتفضل يا حكمت، ده نصيبك من اراد المنحل، وده نصيبك من اراد بيع المواشي، وده نصيبك من اراد المزرعه. ما شاء الله، ده الخير جالكم مره واحده. والله الخير جالنا من يوم ما شفناك انت يا وش السحر. ده لولاك انت ما كانش ولا واحد فينا حقق مشروعه. تعرفي احنا بقالنا سنين بنترجوا ونتمنوا نحققوا احلامنا، لكن ما كانش ممكن. وايه اللي مناك؟ الكبير الله يرحمه كان متحكم وما كانش رايد يساعدنا واصل. لكن لما انت جيتي وتحكمتي واديتينا فرصه وخليتينا نشم نفسنا. ربنا يخليك لينا يا وش السعد. ربنا يديم المعروف. دي وش سعد، دي وش بومي. ست حكمة. ايوه يا سمار. في واحد اسمه ابو لغم بره عند البوابه الكبيره رايد يجابلك. قولي له طلعاله. حاضر يا ستي. بالاذن يا رجال. اتفضل يا كبيره. يا الكبيره قال رجال اخر زمن. Thank you.
دل على السلامة يا أبو لغة. الله يسلمك يا كبير. طمني، سبع ولا ضبع؟ بصراحة كده قطة بسبعة أرواح. يعني إيه؟ يعني ود الهلال لسه عايش، محاولة قتله فشلت. يعني إيه محاولة قتله فشلت؟ هو كبير على الموت ولا كبير على الموت؟ المرة دي فلت مني، لكن أوعدك المرة الجاية مش هيفلت مني أبداً. لو سيدياب علم بالموضوع ده هيزعل منيك. أنا عشانك ده خبرتك أنت، وعشمان ما تخبريهوش إلا لما تجيب لكم خبره. ماشي، مش هنخبره إلا لما تجيب لنا خبره. يلا. تسلم يا كبيرة، بالإذن. إذنك معاك. كل يا سيد الناس. يا ساتر يا رب. إيه ده؟ ملوخية وأنارب. أنا ما بسألش على الملوخية، أنا بسألك إيه ده؟ أنارب. ده أنت وقعتك صوده ومخططة بسود، ده أنا حسلخ لك جلدك وعرقشك بسناني. يا حستي ليه بس يا راجل؟ ده أنا لابسة لك الأحمر. ده أنت ما فيش أحمر منك، أنت يا ولية أنت، أنا مش منبه عليكي، ما حدش يدخل عشة الأرانب عشان الأرانب ما تتنظرش ويجي لها فرة وتموت. طب والنبي ما عتبتيه ولا جيتنا وحييه؟ امال جبت الارانب ده منين؟ اشتريتها من عند ام شعبان اللي فاتحه جنب ترومبه الميه عشان تشد ركبك وترمي عظمك. يا وليه ده اني ركبي حديد واوضه النوم دي تشهد على كده. اصبري بس، اصبري لما اكل وانا حوريك الرجوله اللي عمرك ما شفتيه. قلت لما اكل؟ ده انتي متصربعه على ايه؟ طاهر يا طاهر، أنا جيت. طاهر نام يا أخويا نام، ما هو ده اللي انت فليح فيه، تنام وتشخر. ولا أنا ركبي حديد وقط النوم تشهد. طب اشهد يا قط النوم، يا خسارة جوز الأنارب اللي أنا عملته. يا ريتني كنت عملت لك فول نبت كان وفر لي. يا فارسني، عايزك تسمعني كويس يا عمر، الإيد السابقانة كسبانة، عشان كده عايزك بسرعة وفي أقرب وقت تقعد مع سكان العمارة بتاعتكم. هيحصل إن شاء الله يا حبيبتي. بس عايزة أقول لك حاجة، عايزك وأنت قاعد معاهم تكون ذكي وواعي قوي، يعني تشتري ما تبيعش، وتحاول تقنعهم إنهم يسيبوا الشقق بأقل سعر عشان نفضي العمارة بسرعة ونهدها ونبيع الأرض. متقلقيش، كل يوم ولا يومين وأقعد معاهم ويحصل كل اللي أنت عايزاه إن شاء الله. بجد يا عمر؟ ربنا ما يحرمنيش منك. وما يحرمنيش منك يا احلى لولا في الدنيا. فين اعلام الوراثه يا منير؟ ما عملتوش حد دلوقتي ليه؟ انت عاوزه اعلام الوراثه ليه؟ عشان ورث معتز. انسي. يعني ايه انسي؟ مش فاهم. معتز الله يرحمه ملوش في الورث. يا راجل، حتى الورث عايز تقسمه على مزاجك؟ انا مش بقسمه، ده شرع ربنا. وشرع ربنا بيقول لك ما تورثش اخوك؟ واضح انك انتي ما قريتيش كويس في الشريعة. انا بقى هفهمك، معتز الله يرحمه مات قبل ما يموت بابا، بالتالي معتز مالوش ورث لانه مات قبل بابا. مين اللي يورث بقى دلوقتي؟ ولاده اللي عايشين، اللي هم انا واختي. ربنا يخلينا لبعض. مستحيل الكلام ده، مش ممكن يبقى مظبوط. لو مش مصدقاني عندك دار الافتاء، ممكن تروحي وتسألي. ما كنتش اتصور ان سفرتك دي ممكن توصلك انك تستفيد من الموت. في حاجتين كمان عاوز اقولهم لك قبل ما تمشي. امر. في قصاد صغير كده على معتز الله يرحمه ويحسن اليه، كتبوا على نفسه ب25,000 جنيه، لازم تدفعيهم، ولو ما دفعتهمش هوديهم المحكمه. كمان ده غير بيت الحلميه اللي ورثه معتز من امه، لينا نصيب فيه ومش هتنزل عنه ابدا، وده شرع ربنا. ربنا؟ هو انت تعرف ربنا؟ بقولك ايه يا منير، انا زهقت منك، ومن هنا ورايح بيني وبينك المحكمة، حسبي الله ونعم الوكيل فيك.